بعد كده بنتكلم بعد ما خلصنا الممبرز نتكلم على الايتيمز اللي بتتباع بقى الشيء اللي بيتباع. الايتيمز ار بليسد باي سيلر يعني اللي بيحط الحاجات اللي عايز تتباع هو السيلر البائع فور سيل يبقى البائع بيخش يبقى ليه حق ان هو يقعد ايه ايتيمز اللي بيتباع. ار ايدنتيفايد باي ا يونيك ايتيم نمبر يعني يبقى في رقم مميز لكل قطعه بتتباع اسايند باي سيستم يعني بيجنريتها اوتوماتيك يعني السيستم بيرمي الرقم بتاعه اوتوماتيك دي مش فارقه معانا قوي يعني كل اللي احنا محتاجين يبقى في عندنا حاجه اسمها الايه او الاوبشن ايتم الايتم اللي هنعمل عليه ايه اوبشن ده الاوكازيون ده ماشي نعملها على طول هنا نعملها عادي ايتم نمبر ماشي عايز يعمله زي حاجه اوتو نمبر يعني ايتم ار اولسو ديسكرايبد باي وفي برضه شويه بيانات بتوصف اي ايتم بيتضاف عندنا تايتل ديسكريبشن ستارت بوينت بيت بوينت قلت له ماشي ايتم وديسكريبشن ايتم نيم يعني تايتل او عنوان الشيء اللي يتباع ده ده التايتل ديسكريبشن ديسكريبشن لو عايزه و ستارتنج بيت برايس سعر فتح المزاد يعني دايما بيبقى فيه ايتم يبقى ليه سعر معين مثلا واحد بيبيع مثلا ايفون مثلا هو ليه سعر فتح المزاد هو زي هاي باع في المزاد او مثلا لوحه قديمه مثلا فاللوحه دي هبدا سعرها مثلا من 1000 يعني اي حد بيتكلم في لينكدين لا فانا هبدا سعرها من 1000 ويبدا الناس تزايد في المزاد يعني فالستارتنج بيد برايس سعر فتح المزاد وده طبعا هيبقى دبل ممكن نقول 10 منهم 2 على حسب برضو الحاجة اللي بتتباع اونلاين ماشي ده الاتريبيوت دوت بعد كده بيدنج انكريمنت اللي هي ايه مقدار الزياده لان يعني في ناس تيجي تزود يقول مثلا ايه الحاجه بتتباع بكام؟ قال لك مثلا سعر فتح المزاد قلناه نص مليون فلو واحد مثلا في البيت بانكريمنت ما مفيش لو مفيش بيت انكريمنت يقول لك ايه قلنا بمليون لو قلنا بمليون يبقى هو يبدا يقول لك إيه مليون و2 جنيه مش هينفع طبعا فبتحط نقط ايه يعني مقدار زياده مثلا بتحط مثلا زياده بالالف طب كام حاجات بالملايين هتقول مثلا اقل حاجه زياده بالالف فخلاص بقى مليون يبقى مليون و1000 مليون و2000 وممكن تقول 10 او 100 وكده فهنا مقدار الزياده اللي يقدر يزود بيها او يقلل بيها مش تقليل طبعا بس هو دايما في زياده فالبيدنج انكريمنت طبعا ده برضه رقم موازي يعني من الاحتمال ضعيف انه يكون في كسر 10 منهم 2 10 10 منهم 2 10 ايش ما تكتبش ما تكتبش ماشي مش مهم ستارت ديت اوف ذا اوبشن والاند ديت اوف ذا اوبشن الحته دي طبعا باين قوي ان هي تخص الاوبشنز بس وبرده لازم نفهمها كويس جدا بالنسبه للسايت هل السايت بيعمل اوبشن بيعمل مزاد والمزاد يبدا يفتح في اوقات معينه لو النظام بتاعك كده يبقى لازم تعمل اوبشن ديت وتعمل فيه او اوبشن ايفنت كانتيتي تايب وتشتغل في الموقع بتاعنا دوت بما ان انا حاطط الريكويرمنتس لا كل منتج نازل بسعره يعني اسف نازل بالاوبشن بتاعه نازل بالمزاد بتاعه يعني مثلا ايه انا عايز ده ينزل في بدايه العيد مثلا فهينزل بدايه العيد واحد تاني عامل حاجه هينزلها بعد العيد خلاص ينزلها بعد العيد واحد تالت كل واحد بيعمل الاوبشن بتاعه خلاص فعشان كده انا ايه معتبر ان الستارت ديت والاند ديت بتوع الاوبشن الخاصين بالايتم مش اوبشن لواحد
يعني مش مزاد واحد بنعمل كل مثلا شهر فينزل فيه كل المنتجات، لا انا مش عامل كده. عامل ان هو ايه، كل منتج بيتحدد له وقت البدايه ووقت ظهوره يعني كاعلان، يبقى الستارت ديت اوبشن والاند ديت اوبشن صح. بقول الستارت اوبشن وده هيبقى نوعه ديت، و الاند اوبشن اللي هو اخر ميعاد ليه الايه المزاد، ويبقى اعلى واحد في الاخر هو المفروض اللي بيكسب. دي كانت كل الحته بتاعت الايه الايتمز او عملناها. نعمل بقى سكيب.